رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من المشارف البحرية لمدينة شرشال تستعد وحدات من قواتنا البحرية لتنفيذ تمرين تكتيكي بياني يحاكي عملية تدخل تهدف لحماية منشأة صناعية تتواجد على الساحل. تتابعون مجرياته على الشاشة التي أمامكم. فبناء على معلومات مؤكدة مفادها توغل مجموعة إرهابية إجرامية تنوي تنفيذ أعمال تخريبية داخل منشأة طاقوية ذات طابع حيوي بغرض الإخلال بالأمن الطاقوي للمنطقة والحصول على صدى إعلامي، أسندت لفصيلة رماة بحريين مدعمة بحظائر من فوج الأعمال الخاصة البحرية، مهمة تدمير المجموعة الإرهابية واسترجاع الأسلحة والوثائق وإفشال هذا المشروع الإرهابي. بعد تفهم المهمة، تقدير الموقف واتخاذ القرار، قام قائد المهمة بإجراء التحضير بعد إصدار الأمر القتالي. كما تشاهدون، يتم في هذه الأثناء التقدم من اتجاهات عدة لتطويق المنشأة وغلق كافة المنافذ البرية بإقحام فصائل التدخل الخاصة التابعة لأفواج الرماة البحريين بهدف تثبيت العدو والشروع في مراقبة المنشأة ودراستها، وباستخدام كل الوسائل التكنولوجية الميدانية الحديثة في الحوزة. يتم تزويد مركز العمليات العائم على متن سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بني عباس بالتقارير الميدانية الآنية الواردة من موقع المنشأة، يتم معالجتها وتحليلها والمصادقة على القرار، وإسناد المهمة لمختلف أصناف الأسلحة المشاركة ووضع الوسائل تحت تصرف قائد المهمة في حالة الطلب، ليبدأ على الفور تحضير الوحدات ومختلف الوسائل البحرية الجوية وتحت المائية وإسناد المهام لمختلف أصناف الأسلحة المشاركة من علامة سفينة القيادة ونشر القوات. كمرحلة أولى باستعمال قوارب من نوع كاياك وانطلاقا من شاطئ معزول بالقرب من المحطة الطاقوية وبهدف مباغتة العدو والحفاظ على عامل المفاجأة، يقوم سباح القتال المجهزين بوسائل الغطس بالاقتراب من الهدف. بالتوازي يتم التحضير لإقحام مجموعة ثانية من سباحي القتال انطلاقا من سفينة القيادة ونشر القوات باستعمال الجرارات تحت المائية التي تسمح بتنقل هذه المجموعات بسرعة وسرية تامة باتجاه الهدف. هذه التقنية التي تحتاج تحضيرا قتاليا خاصا ومعارف عميقة في مجالات الغطس والتحكم في أجهزة الملاحة والتوجه والتنقل تحت الماء والأسلحة الفردية واستخدامها بكل فعالية فور الخروج إلى اليابسة. في هذه الأثناء يتم إركاب مجموعة ثالثة من سباحي القتال على متن الحوامة القتالية لتنطلق من علامة سفينة القيادة ونشر القوات لنقلهم وإنزالهم بتقنية القفز في منطقة مموهة ولتنفيذ الاقتحام المتزامن من عدة محاور باستعمال زوارق الاقتحام السريعة من نوع BK10. يتم نقل المغاوير البحرية بسرعة نحو الهدف من الاتجاه البحري. كما يشرع في ذات التوقيت تحضير مجموعة أخرى من المغاوير البحرية وإركابها على متن الحوامة القتالية للإنزال السريع بالحبل الأملس في المنطقة المحددة. في هذه الأثناء تلتحق الحوامة القتالية بمنطقة تواجد زوارق الاقتحام السريعة تزامناً مع إركاب القناص على متن حوامة قتالية ثانية بهدف قنص وتحييد الأهداف الحيوية للمجموعة الإرهابية. ولتنفيذ الخطة بكل دقة من أجل احتلال النقاط القوية،
تشاهدون خروج سباحي القتال إلى الشاطئ المحاذي للمنشأة ومباشرة تنقلهم بالوثبات واستكمال مرحلة التطويق والغلق وخلق الظروف الملائمة لبداية الاقتحام. ليبدأ الاقتحام من طرف حظائر المغاوير البحرية وسباحي القتال بعد تلقي الأمر بالتقدم السريع والمتزامن لتنفيذ الاقتحام باحترافية عالية لمرافق المنشأة الطاقوية. انطلاقا من الحوامة القتالية وبتقنية النزول السريع بالحبل الأملس تحت التغطية النارية للقناص المتواجد على متن الحوامة القتالية الثانية الذي يحيد عناصر المجموعة الإرهابية التي تحاول إعاقة تقدم المغاوير البحرية. في نفس التوقيت يتم الاقتحام من الاتجاه البحري من على متن زوارق الاقتحام السريعة والتي تضمن التغطية والإسناد الناري لمغاوير البحرية أثناء تقدمهم. هؤلاء هم مغاوير فوج الأعمال الخاصة البحرية الذين يتميزون بقدرات قتالية عالية قادرون على تنفيذ أعمال قتالية في الأماكن المغلقة في البحر على متن السفن على اليابسة في المباني والمنشآت. إنهم إحدى وحدات النخبة للجيش الوطني الشعبي. كما تشاهدون باستعمال جهاز لندوسكوب يتم الآن تحديد مكان تواجد المجموعة الإرهابية والرهائن المحتجزين ليتم مباغتتها والقضاء على عناصرها مع الحفاظ على أرواح الرهائن والتعامل بحذر خشية تواجد إرهابيين مدسوسين ضمنهم. يتم القضاء على العناصر الإرهابية وتطهير مرافق المنشأة وتأمينها بالقيام بعملية تفتيش دقيقة لكل مرافقها مع الحفاظ على اليقظة واحتياطات الأمن اللازمين أثناء التنقل داخل الأروقة والغرف مع الاستعداد للتعامل مع أي طارئ أو محاولة مباغتة من قبل المجموعة الإرهابية. إن خلق الظروف الملائمة لإنجاح مثل هذه العمليات يتطلب تركيزاً عالياً واحترافية في الأداء وتنسيقاً وتعاوناً دقيقين وكذا التزاماً صارماً بالتعليمات والتوقيتات. يتم تحييد عناصر المجموعة الإرهابية وأسر أحدهم اعترف هذا الأخير بعد استنطاقه عن مكان تواجد قنبلة تم وضعها في المنشأة والتي يتم التعامل معها من طرف أخصائيين حراقين لتفكيكها وإبطال مفعولها. خلال تنفيذ المهمة القتالية يتعرض أحد أفراد المغاوير إلى إصابة ونظراً لخطورتها قرر قائد المهمة إجلائه على جناح السرعة باستعمال حوامة البحث والإنقاذ المتواجدة طيلة فترة تنفيذ الاقتحام بالمنطقة على متن سفينة القيادة ونشر القوات كوسيلة يتم تفعيلها في إطار خطة الإسناد الطبي التي تضمن من جهة التكفل بمثل هذه الحالات ومن جهة أخرى تمنح الدعم المعنوي للمقاتل. كمرحلة أخيرة وبعد نجاح في تنفيذ المهمة المسندة والسيطرة الكلية على المنشأة وتأمينها يتم التحضير لاسترجاع أفراد الفصيلة المدعمة وإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية بالتوازي مع إجلاء الجريح نحو سفينة القيادة ونشر القوات والتي تتوفر على مستشفى مجهز بوسائل ومعدات عصرية قادر على تقديم الإسعافات الطبية الضرورية من الطاقم الطبي العامل على مستوى المستشفى الذي جهزت به هذه السفينة. تبدأ عملية استرجاع حظيرة سباحي القتال حسب الخطة المعدة
وباستخدام الوسائل العضوية الموجودة في الحوزة على غرار المهد التكتيكية التي نشاهد الآن عملية استرجاع سباحي القتال بهذه التقنية تزامناً مع رجوع بقية المغاوير إلى سفينة القيادة ونشر القوات على متن زوارق الاقتحام. تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من على يسار المنصة وبعد الانتهاء من تنفيذ التمرين، تتقدم الحوامة القتالية تنقل بمهدة الاسترجاع مجموعة سباحي القتال الذين نفذوا المهمة لتقديم التحية لكم. إن الجزائريون ولدوا أحراراً وسيبقون أحراراً، فالمجد كل المجد لشهدائنا الأبرار، والعزة كل العزة لمجاهد الجزائر الأخيار، والفخر كل الفخر لأفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لكم منا ألف تحية وعرفان. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر.